السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة إبداعات خديجة. مرحبا بكم في الجزء الثاني من مراحل إصلاح المنزل ديالي. فنتمنى أنكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فإن شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم مجموعة من المعلومات حول كيفية تركيب الزفت فوق الأسطح ديال الدراكيس بين الجدار والسقف. فبعد ما انتهينا من تركيب الحديد وأيضا السقف اللي هو الدلاكيت، جاء مباشرة السيد اللي غادي يزفت لنا. لكن قبل ذلك احنا ما تسنيناش منه انه يجيب اللوازم، يعني الزفت، داك الرولو ديال الزفت. فاحنا مشينا قلبنا عليه وشفنا الأسمنة، فلقينا انه الا كنت باغي تاخذ رولو يعني كامل فكيتقام عليك شويه قل، يعني تقدر الا كان عندك شي جاك حتى هو باغي يزفت تقسموا معاه باش يتقام عليكم قل، او لا هو يقطع لكم شحال ما بغيتوا، ولكن ثمن شويه زايد، يعني تقريبا 45 درهم للمترو، تقريبا 45 درهم للمترو. فاحنا عدنا تقريبا في داك الحيط كامل اللي غنديروا ليه داك الزفت، كانت فيه 8 مترو، حنا خدينا 4. هذيك 4 شنو درنا ليها؟ شديناها قسمناها على جوج باش عطاتنا 8 مترو. حاجه اخرى كتحتاجوا بوطه، حتى هي ضروري تكونوا موجدين بوطه. هو كيكون جايب معاه داك الشاليمو، كيكون جايبو معاه، ثم تجيبو معاكم بوطه وتطلعوها للسطح، وهو غادي يتكلف بكل شيء. هي العمليه بالنسبه لي راه شويه، بالنسبه زعما هاد الخدمه شويه صعيبه بزاف، حيت كتخدم فوق السقف يعني شويه خطر. ايضا كتخدم بالعافيه، يعني حراره شويه كتكون طالعه. هو متمرس ما كانش محتاج داكشي كامل. اما بالنسبه للمده فتقريبا ما دازش حتى 20 دقيقه، كمل كل شيء، يعني دغيا سربا العمل ديالو دغيا سالا، ولكن باتقان، يعني داكشي غيزو مزيان كيف ما كيقولوا. فكيف ما كتشوفوا في الصور، فهو كيحط اول حاجه كيقطع الرولو، من بعد كيستفو كامل ما بين السقف والحائط، من بعد كيقوم بالشن عليها او مركز عليها النار باش يذوبوا الجوانب، وبالملاسة هكا كيضغط عليه، حتى بالارجل ديالو كيضغط عليه باش يلصق مزيان على السقف، وملي تكون شتا ما تلقاش منين يدخل. فهاد الطريقه جد فعاله، احسن من الناس اللي كيديروا السيما. فالسيما ما كتصبرش بزاف، على العكس من الزفت كيصبر، يعني مدى الحياه كيبقى ديما. فراكم عارفين خص غير تكون الخدمه متقونه، السيد اللي تجيبو يكون عارف خدمته، يعني محترف في هذه الخدمه باش ما تضيعوش حتى نتوما فلوسكم. الى هنا كانوا نكون وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. مازال باقي الجزء الثالث اللي هو الجزء ديال الالومنيوم. حنا هاد التركيب درناه على فترات متباعده شويه، بحيث ان شويه الثمن ديال الحديد مع الدراكيت شويه طالع الثمن ديالو، عاد زيد الالومنيوم حتى هو اكثر منه. فحاولنا اننا داكشي كل مره كنديروا شويه، كل مره كنديروا شويه حتى كملنا الاصلاح. ومازال جايين اصلاحات اخرى، مازال غادي نقوم نقدر ندير تما كاين كوزينه، علاش لا، نقدر تما ندير شي كليسه، مازال خاصه الصباغه. داكشي كنديروا على فترات باش هكا ما نتزيرش من الناحيه الماديه. بالنسبه اللي كيهمو الامر وباغي يتواصل مع السيد، فانا غادي نحط لكم النمره رقم الهاتف ديالو داخل علبه الوصف. الى شفتوا هذا الفيديو انه فادكم وبغيتوا تفيدوا به الاصدقاء ديالكم، فما عليكم الا تبارطاجيو معهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم والتعليقات ديالكم. اذا كان عندكم اي تعليق، اي تساؤل، اي استفسار، فوضعوه لي في علبه التعليقات، فانا راه كنجاوب على التعليقات كاملين كيف ما كان نوعها، راه كنجاوب عليهم. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثالث لتركيب الألمنيوم.